اليوم ايش عندنا؟ طبعا دائما نحاول انه احنا كده تستوقفنا بعض العبارات، بعض المقالات او المقولات حتى اللي تخلينا ترجع كده نرجع نعيد حساباتنا. واحدة من هذه المقولات اللي دائما احنا نقولها نفسي نفسي، انت مع هذه المقولة متى تقوليها وكيف ممكن تعملي توازن ما بين يعني في امر معين تحققي فيها مصلحتك وفي نفس الوقت تحاول انك ما تضري غيرك؟ احنا دائما نقول يا رؤى التوازن حلو في حياتنا. لما امشي مبدا نفسي نفسي في امور ما لها داعي فانا كذا اعتبر انانيه، بس لما امشي نفسي نفسي في امور استحق فيها اني انا اكون نفسي اولا، مثل احب نفسي فانا من حقي انه انا احب نفسي، فاحس انه عادي ما فيها شيء، الا في بعض المواقف يمكن يا رؤى بعض التصرفات اللي تصير من الناس في يعني ما تحس لنا من شهامتنا احنا كعرب بالذات وسعوديين خصيصا. صحيح. تعرف اني انا ما اعترف بهذا المبدا نفسي نفسي، ما عمري يعني وانا جالسه بقرا هذه المقوله ما اذكر في يوم من الايام حطيت او اخترت هذه المقوله انها تكون مبدا بالنسبه لي انه نفسي نفسي او انا وما بعد الطوفان وهذه الاشياء، ما احس انها هي من مبادئي، رغم انه هي على قولك مهمه في بعض المواقف انه الانسان لازم يكون عنده استحقاق ذاتي، لازم يعرف متى هو يستحق الافضل. لو انه كان فيها نوع من الانانيه المبطن، انما في مواقف ممكن فعلا تكون حميده وفي مواقف كثير ممكن تعطي انعكاس للانانيه. مو في كل المواقف يا رؤى احس انه انت قلتي بعض المواقف اوكي، بس انا لما انا احب نفسي ما أحس أنه هذا فيها أنانية، لأنه أنا إذا ما حبيت نفسي بالطريقة العقلانية، طبعا إحنا نتكلم في الموضوع اللي فيه توازن ودائما نقول كلمة توازن، ما رح أقدر أحب غيري، ما رح أقدر أقدم الشيء الكويس لعيالي مثلا، لأمي، لأخواني، لزوجي، لصديقاتي، للناس اللي حولي اللي محتاجين مثلا دعمي أو وقفتي. فلازم الشخص يحب نفسه بتوازن ويقول نفسي نفسي في بعض المواقف وليست في كل المواقف. صحيح. لنرجع نقول مهي شهامتنا إحنا أنه إحنا نمشي ورانا الطوفان. إذن هي أولا وأخيرا تعتمد على نفس السياق، يعني إيش السياق اللي يأخذنا فيه ومتى حنا نقول